السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتورة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا دكتور يوسف، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. أهلا وسهلا، شرفتينا ونورتينا بالجامعة. لي الشرف أنه أكون ضيفة في كل جامعة الجامعة الذكية، شكرا جزيلا للاستضافة. يا أهلا وسهلا، بتحبي أبدأ التعريف بحضرتك؟ حضرتك جاهزة؟ في شيء بدك تجربيه؟ بس جرب الشير. يلا تفضلي. طيب، وانا ايضا ارحب عزيزتنا الدكتوره اسراء، واهلا وسهلا بك مره اخرى. اهلا وسهلا بك دكتور رضوان، الله يسلمك ويحفظك، زميلي واخي العزيز، الله يحفظك، تسلم، ممنون. موفق ان شاء الله. طيب دكتور، واضح الشير الان؟ نعم واضح. بامكانك تبدا بالتعريف حتى نبدا على بركه الله. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب جامعة الجامعة الذكية وضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم. ندوة اليوم بعنوان أمن المواقع الإلكترونية مواقع الويب. المحاضر سيكون الأستاذ المهندس الدكتور إسراء صالح العمري. هي أستاذ مشارك في الأمن السيبراني في كلية التربية للعلوم والصرافة في جامعة واسط في العراق. محاور الندوة اليوم راح تكون أولاً التعرف على الفرق بين أمن المعلومات وأمن الشبكة والأمن السحابي والأمن السيبراني. نشوف شو الفرق بيناتهم على ما يبدو مفاهيم قد تختلط على بعض الناس. ما هو ثالوث الأمن السيبراني؟ ما هي أنواع التهديدات التي تتعرض لها مواقعنا الإلكترونية؟ وأمثلة على الثغرات الأمنية في مواقع الويب في دراسة حالك. أمثلة على أدوات المسح للثغرات الأمنية. دكتورة إسراء، شرفتينا بالجامعة، شكرا لك ولوقتك ولا اللي حتقدمينا اليوم، اتفضلي نحن معك. شكرا جزيلا على البداية التعريفية، ممتنة دكتور يوسف. طيب احنا الآن نبدأ على بركة الله الندوة الخاصة بالويب سايت سيكيورتي. حقيقة مثل ما ذكر الدكتور يوسف المحاور الخاصة بالندوة، أنا ارتئيت بصراحة أنه أقدم ثالوث السايبر سيكيورتي على الـ differences between الـ بعض الفاندمنتالز. الثالوث هذا اللي هو CIA، أنه كل ما نتكلم بالسيكيورتي يجب أن نرجع إلى CIA، للثالوث اللي خاص بال اللي يتضمن الكونفيدنشياليتي والافيلابيليتي والانتجريتي. طيب ليش كل مره احنا نرجع لهذا الثالوث اللي هو اساس السكيورتي او النيتورك سكيورتي؟ يتضمن الكونفيدنشياليتي اللي هو الموثوقيه، انه هو قابليه انه يكون اليوزر او السيستم انه انت على طول انه انت عندك اكسس الاوثرايزد يوزرز اللي يكونون هم على طول اللي عندهم اكسس للنظام. الانتجريتي اللي هو يجب أن يكون هذا السيستم عند القابلية أنه تكون هذه البيانات الموجودة أونلاين تكون أنه هي دقيقة وصحيحة.
وليست بيانات انه مثلا ندخل على ويب سايت نلاقي البيانات مختلفه تختلف عن المحتوى الموجود او اللي احنا يعني متوقعين ان نشوفه من هذا الويب سايت. الافيلابيليتي وهو اللي يعني اكثر شيء يهمنا اليوم، الافيلابيليتي اللي هو انه يجب ان يكون هذا السيستم او الويب سايت او الاب الابلكيشن التطبيق يجب ان يكون متاح دوما، لانه مثلا نفترض على سبيل المثال انه عندنا موقع بنك او موقع مثلا شركه عالميه، يجب ان تكون متاحه على طول الوقت لانه راح تسبب لي مشاكل اذا هذا الموقع حدث به خلل وصارت عندنا به مشكله. وان شاء الله راح على مدى السلايدات القادمه راح نتعرف على تفاصيل اكثر بهذا الخصوص. لدينا بعض الفاندمنتالز انا ارتئيت قد تكون طبعا لها ربط بمحاضرتنا اليوم، لكن هذا الموضوع جدا مهم. مرات احنا يعني في بعض الاحيان قد نكون اساتذه لكن عندنا لبس في مواضيع هذه المواضيع الاساسيه في السكيورتي. ماذا تعني النيتورك سكيورتي؟ ما هي الفرق عن الداتا سكيورتي؟ النيتورك سكيورتي انت في الشبكه، يعني انه انت تحمي البيانات الموجوده في الشبكه من المستخدمين الغير صالحين لهذا او المستخدمين الذين لا نريدهم ان يستخدموا او الوصول الى هذه الانظمه الموجوده في الشبكه. الداتا سكيورتي، الداتا تشمل الشبكه وغير الشبكه، يعني انا عندي بيانات في الكمبيوتر واريد احميها، هذا يتضمن اي بيانات قد تكون اساسا مو بالشبكه وقد تكون في الشبكه، مع الابلكيشنز ايضا قد تكون هنالك بعض التطبيقات في الكمبيوتر او في الشبكه، هذه كلها تحتوي على بيانات. اذا هنا الداتا سكيورتي هي عمليه امن البيانات. الداتا سكيورتي تذهب الى الكريبتوغرافي، عمليات التشفير، يعني كيف نعمل سكيور للبيانات بتاعتنا، انه يجب ان نستخدم خوارزميات التشفير. النيتورك بحث اخر ممكن دمجه مع الداتا. الكلاود سكيورتي، الكلاود مفهوم كلنا بدأنا نستخدمه منذ يعني سنوات، انه ابسط مثال على الكلاود انه انت عندك جيميل وتستخدم الدرايف، بياناتك اين؟ في الكلاود. الكلاود فضاء من؟ فضاء الجوجل، شركة جوجل توفر لك مساحة خزنية فيرتشوال انت لا تراها لكن بياناتك مخزونة فيها. هذه الكلاود تحتاج يعني sometimes، يعني بعض الأحيان انت بياناتك على الكمبيوتر والكمبيوتر بتاعتك مثلا ما مربوط او يعني ما كأنك انترنت وانت خايف على بياناتك، تقول انا شلون راح احمي هذه البيانات. طيب كيف هي على الكلاود؟ الكلاود انت بياناتك ليس بين يديك، فجأة قد تكون بياناتك مثلا فقدت او كذا، لكن اصبحنا اليوم مع الخوارزميات التكنيكس الخاصة بالسيكوريتي بتاعت الكلاود أصبحت أنه نخزن بياناتنا أونلاين احتمال أكثر أمان من خزنها في الكمبيوتر، قد يصير بكراش وننمنع للوصول إلها ونجدها متاحة أونلاين في الكلاود في جميع الأوقات. السايبر سيكوريتي، السايبر سيكوريتي هذا المفهوم يشمل كل شيء. دكتورة إسراء تسمعيني؟ نعم. فقط السلايدات يعني متوقف على السلايد الأول، يا ريت تضغط F5 عشان يوضع عندنا. أنا already أو إنه تعملي شير على الآن، ممكن بهذه الطريقة أو تضغط F5 عشان السلايد. أنا already في F5. طيب، لأنه ما باين عندنا إنه في تغيير بالسلايدات. شكرا دكتور رضوان على الملاحظة. طيب الآن، الآن تمام أعتقد بهذه الطريقة، بس حتضطر إنك تنتقلي بين السلايدات من طريق القائمة اللي موجودة على يسار الشاشة. أوكي ما في إشكال. طيب الآن أنا يعني فول سكرين الآن؟ لا عندنا مباينة فول سكرين. أوكي طيب ما في مشكلة. طيب أو كترال كترال F5 بعد إذن حضرتك، كترال F5 ممكن؟ لا مو شغال.
لا أنا يعني عندي سيطرة على السيستم وإنه أعمل فول سكرين ويمي شغال، لكن maybe بسبب يعني الاتصال، لكن عندي أيضا الإنترنت كلش ممتاز. الانترنت طيب ممتاز، بس عندما عملت شير سكرين، عملت شير سكرين على برنامج الباوربوينت، انت المفروض تعمل شير سكرين على الديسكتوب بهذه الطريقة طيب طيب احسن. طيب مساء الخير دكتورة، حضرتك ممكن تعملي شير جنرال يعني لما تختاري الزر؟ الآن جنرال، الآن جنرال. تمام كده واضح. طيب الآن ظاهرة عندكم؟ أيوة نعم ممتاز، بارك الله فيك دكتورة، تفضلي. شكرا شكرا على الملاحظة، شكرا جزيلا. طيب الآن نكمل في السايبر سيكيورتي. السايبر سيكيورتي قلنا أنه هو يشمل كل ال إحنا بال يعني كيف نقول ذلك، أنه هو الهجمات السيبرانية. الهجمات السيبرانية تشمل الهجمات على الدول وعلى المواقع الحساسة وعلى الهجمات الإلكترونية نقصد بها. هذا بصراحة في بادئ الأمر. طبعاً السايبر سيكوريتي أصبح يشمل جميع الهجمات على على الشبكات، على الأجهزة، على البرامج، على البيانات، على الـ unauthorized access اللي هو الدخول الغير مخول للبيانات. هذا يقودنا إلى الويب سايت سيكوريتي. الويب سايت سيكوريتي باختصار أنه أنت تعمل على حماية الويب سايت تبعك، أو ويب سايت تبع المؤسسة، أو ويب سايت تبع الـ قد يشمل الجوفرمنت. هذا أنه أنت كيفية حماية هذا الويب سايت من الهجمات المتوقعة. الآن نتعرف أكثر. هذا فقط بخصوص ما يشمل الـ الأمور التي تخص differences between هذه المفاهيم. طيب ما هي الويب سايت security threats؟ ما هي التهديدات الويب سايت أو تهديدات الـ الأمن الخاصة بالويب سايت؟ هي أي مخاطر، أي مخاطر تأتي عبر الإنترنت. ليش؟ لأنه إحنا الويب سايت هي over internet، فأي مخاطر تكون عبر الإنترنت اللي تتعرض او تعرض المستخدمين للضرر. على فكره احنا حتى تكون يعني بمعنى ادق، انه احنا عندنا كاستمر، وعندنا هذا الكاستمر او الزائر ديزور شنو ديزور، احنا عندنا فشيء نعرضه، وهذا الكاستمر انه ديزور هذه الويب سايت علشان احنا نقدم خدمه وهو يستفيد من هذه الخدمه. اذا العمليه باختصار انه كل شيء اوفر انترنت يتعرض إلى السايبر أتاكس، أنه هذه الويب سايت إيش راح تكون؟ راح تكون هي unavailable، وبالتالي تعرضت إلى المخاطر الموجودة على الإنترنت، وبالتالي راح هذا الـ يعني راح يكون الاتصال عبر الإنترنت على هذا أو الوصول إلى هذا الويب سايت راح يكون يحدث فيه خلل، قد يكون وقتي وقد يكون لمدى طويل. طيب they typically cause problems. هذه البروبلمز مثل ايش؟ هذه البروبلمز اللي يسببها هذه او هذه التهديدات او اللي تسببها هذه التهديدات، قد تكون انه انا ما اقدر اوصل لهذا الويب سايت. يعني تخيل انت عندك حساب في البنك، وجلست الصبح انه تريد تحول مبلغ من المال، مثل ما احنا يعني هذا الموضوع نتعرض له دائما، وقد تجد أنه الويب سايت الخاص بالبنك متوقف أو page cannot be found. إيش راح يصير بك؟ يعني راح تتعرض إلى الصدمة، وبالتالي إيش تقول؟ تقول أنه أنا ما راح أقدر بعد، خلاص أنا الفلوس أو الموني بتاعتي أنا ما راح أقدر أخليها بهذا البنك، راح أروح أسحبها وأخليها بالبيت يعني أفضل لي. بالتالي إيش راح يكون؟ راح يكون أنه هذا البنك أو هذا الويب سايت أو هذه الشركة راح بالتالي تخسر مبالغ من المال بسبب أنه هي مستفيدة من هذا المشروع اللي أنه أنت تحول فلوس أونلاين. بعدين إيش راح يصير؟ راح يصير أنه راح تخسر سمعتها، بالتالي راح تخسر السمعة أنه أنت ككاستمر لا تستطيع الوصول إلى هذا الويب سايت. فهنا أصبحت مشكلة، وهذه المشكلة كبيرة، حجمها كبير، يجب أن نجد لها حلول. طيب هنا نشوف في الدايجرام، طبعا المصدر مالته موجود، اللي هو البزنس امباكت اوف ويب سكيورتي بريتش.
مثل ما ذكرت قبل قليل أنه إحنا مثلا المواقع الحساسة مثل البنوك، مثل أنت عندك معاملة في دائرة ما وجلست الصبح وهذه الدولة تعتمد الحوكمة الإلكترونية، طيب تريد تعمل سبمشن لمعاملة معينة لم تجد الويب سايت، إذن الحياة تعطلت. هنا هذا الدايجرام أو هذا الفيجر يبين أنه العشرة انتربرايز سايبر سيكوريتي كومبانيز على مستوى العالم أنه كيفية تعرضها للهجمات السيبرانية، ونلاحظ في المقدمة أنه عندنا السيسكو، شركة سيسكو طيب وشركة البالو ألتو اللي هي يسموها شبكات البالو ألتو. راح تلاحظ ميبي راح تلاحظ أنه في الفيجر قد تقول أنه نحن في 2022 والفيجر من 2020. أنا ارتأيت أنه يكون هذا الفيجر، ليش؟ لأنه هذا الفيجر توقعوا هنالك خسائر مادية وهنالك زيادة، وفعلا حصلت الخسائر والزيادة. لو نشوف السلايد القادمة أنه هذه الشركة توقعت أو هنالك خسائر هذه الشركات حصرت في 6 تريليون دولار في 2021. تخيل هذه الخسائر هذه الشركات تخسرها في بسبب الهجمات السيبرانية أو الهجمات الإلكترونية. طيب إذن هذه مشكلة كلش كبيرة يجب أن نجد لها حلول. طيب بعدين إيش أصبحت؟ أصبحت الزيادة زيادة في الهجمات 15% في في next 5 years، أنه راح توصل إلى 10 تريليون دولار ب 2025، والآن التقارير توضح فعلا هنالك زيادة في حجم الهجمات. إذن إحنا طبعا من هذه السلايدز تبين أهمية المشكلة، أنه فعلا عندنا مشاكل ويجب الاهتمام بها. طيب ما هي التهديدات؟ ما هي أنواع هذه التهديدات اللي تستهدف الويب سايت تبعنا؟ هنالك عندنا الفيشينج، عندنا الرانزم وير، عندنا السكيور انجكشن، عندنا الكروس سايت سكريبتينج، عندنا الدي دي او اس اتاك، دوز ودي دي او اس اتاك، وايضا لدينا السباي وير، وايضا عندنا الورمز والفيروسز. هذه الانواع الأكثر شمولية اللي تستهدف الويب سايتس، يعني أنا قمت بحصرها في هذا السلايد، والآن نأتي على تفاصيل واحدة بعد الأخرى حتى نشوف أنه كيفية هذه الهجمات تستهدف الويب سايتس. طيب أول حالة عندنا الفيشينج، أنا راح أشرحها ببساطة. الفيشينج هي تخيل عندك السبام إيميلز تأتيك في الإنبوكس، عندك الإيميل بتاعتك، عندك الإنبوكس وعندك الإسبام. الإسبام تأتي عليه إيميلات هي قد تكون من خارج المؤسسة أو المتعارف عليها بالتعامل، يعني أنت مع هذه المؤسسات اللي تتعامل معها دائما، واللي تحدد من الأدمن أو الإنترنت الخاص في هذه الدولة، أنه هذه المؤسسات تكون غريبة عن هذا الشخص. أثناء هذه السبامز تأتيك إيميلات مثلاً أنا مريض وأحتاج المبلغ الفلاني، أنا كذا وأحتاج تعاونك وتحويل المبلغ الفلاني. هنالك هذه الرسائل تكون مبطنة أو يبعث لك لينك أثناءها ويطلب من عندك الضغط على هذا اللينك. أنت ببساطة عندك فضول دائماً، اليوزر خصوصاً اليوزر الغير متخصص يكون فضولي، فرأساً يضغط على هذا الإيميل وتفاصيله، وبالتالي يجند الكمبيوتر تبعه وهو already have connection over internet، وبالتالي يستخدم لأعمال تخريبية سيبرانية. هذا الفيشينج. طيب عندنا الرانزم وير اشتهرت قبل 3 سنوات برامج الفدية، أنه أنا أحصل unauthorized access، يعني أنا غير مخول بالدخول أو الوصول إلى بيانات الكمبيوتر تبعك أو شبكة خاصتك، وأسيطر عليها بطريقة أنه أمنعك من الوصول إليها. طبعاً
يعني أنا أعرف الكثير من الزملاء تعرضوا لهذا الهجوم، أنه خلاص منع من الوصول إلى البيانات الخاصة في الكمبيوتر تبعه نهائي، وهو قد يكون مثلا الشخص في مرتبة عالم. تخيل أنت صباحا تجلس وتفتح الكمبيوتر تبعك وتلاقي أنه عدم إمكانية الوصول، فما الذي يحصل؟ هذه برامج الفدية تستهدفك أنه تمنعك من الوصول إلا بعد أن تدفع فدية لقاء هذه أو مقابل هذه البيانات خاصتك. تدفع كان بها، لا تدفع خلاص أنت غير قادر على الوصول لهذه البياناتك يعني forever. طيب الـ SQL Injection، الـ SQL Injection هو Structured Query Language. هذا إيش يعمل؟ يعمل أنه يتم حقن كودات في الـ Apps أو الـ Application تبعك، وبالتالي يعمل يعني redirect، أو مثلاً هذا الآب ينفذ فد عملية معينة، عند الحقن يقوم بتنفيذ عملية أخرى، وبالتالي تكون هذه العملية هي تحت سيطرة المهاجم. عندنا cross-site scripting. Cross-site scripting هو form of web security issue that enables attack malicious scripts on trusted websites. يعني أنت عندك ويب سايت موثوق فيه، الآن هنالك malicious يعني هنالك أعمال تخريبية scripts، لأنه scripts مثل ما تعرفون هي في لغات البرمجة أنه هنالك scripts يتم تنفيذها علشان هذا الويب سايت يظهر لنا بالصورة المناسبة وتكون هذه trusted. أيضا تكون تتخللها malicious scripts وبالتالي تحول إلى استخدام الهكر أو الأتاكر أكثر من استخدام الشخص نفسه أو الأدمن. طيب نتابع بعد الـ threats الـ against websites اللي هي DDoS attacks. الـ DDoS attacks هو اختصار للـ distributed denial of service. Distributed denial of service هي هجمات حجب الخدمة. هجمات حجب الخدمة يعني أنه أنا أمنع من الوصول إلى هذا الويب سايت في لفترة ما. مثلاً إحنا قلنا يعني مثال وهي خير الأمثلة، لأنه عندك حساب في البنك ولا تستطيع الوصول إليه. قد يكون تم التعرض إلى من قبل الـ DDoS attack، يعني انحجبت الخدمة، لكن مو بالضروري أنه أصبح هنالك steal للإنفورميشن الخاصة بك، يعني مو شرط أنه سرقت بياناتك. في سنة من السنوات الـ PayPal تعرض للهجوم، والباي بال تعرفون شركة جدا معروفة، طبعا مع الأسف هي محجوبة في العراق ويمنع استخدامها، لكن الكاستمرز في ذلك الوقت سحبوا الـ يعني عملوا أن أكتيفيت لي الأكاونتس تبعهم. لماذا؟ لأنه لا يستطيعون الوصول، وبالتالي لا يستطيعون الوصول إلى الأكاونتس تبعهم، لا يستطيعون تحويل مبالغ، لا يستطيعون استخدام هذه الخدمة. طيب الآن DDoS attack مفهومها باختصار أنه نحن نجند مجموعة من الـ victims، نحن ضحايا نسمى بالـ agents، ضحية قد أكون أنا ضحية وقد تكون أنت ضحية. يقوم بهذا الشخص اللي هو الـ attacker أو الماستر، هذا الماستر طبعا مجهول، لا أحد يعني لا أحد يعرفه أين هو. ليش؟ لأنه هو يستخدم الـ spoofing، يستخدم السبوفينج عملية الانتحال. الانتحال أنه أنا في العراق وأبرمج أنه أنا في فرنسا. طيب من اللي راح يوصل لي كماستر؟ أجند مجموعة، من هذول اللي أجندهم؟ أجند هذول المجموعات، طبعا هذه المجموعات اللي هي سيستمز، قد تكون ويندوز قد تكون لينكس، يعني يوزرز. هذول اليوزرز يكونون مجندين ليش؟ بسبب الثغرات الموجودة في السيستم مالتهم. أزرع عندهم فايلز، هذه الفايلز تخريبية، أنا أتحكم بها كبوت أو كماستر. هذا الماستر يتحكم عند اللي جندهم لتحقيق مآرب أخرى. هي لماذا؟ الآن في التوقيت الفلاني في اللحظة الفلانية الآن أهجموا جميعكم على هذا الويب سايت، وبالتالي هذا الويب سايت سوف يتوقف عن الخدمة، يحجب عن الخدمة بسبب تهافت الأكسسز أو الوصول على هذا السيرفر. أعطيكم مثال، الجوجل يتحمل كل سيرفر، تعرفون شركة جوجل تنشر سيرفراتها في العالم في كل منطقة في regions. هذه regions طبعا بعد دراسة
توصلنا أنه الجوجل تتحمل 2 مليون أكسس أو ريكوست بير سكند. هذه 2 مليون تخيل لو أصبحت 1 مليون، يعني 2 مليون شخص يطلب google.com. تخيل أنه هذا السيرفر أصبح أنه يصل ل 2500 يوزر بير سكند. بالتالي إيش راح يصير؟ راح يصير أنه راح تنحجب عن الخدمة، أنه ما راح أقدر أوصل لهذا الجوجل. إذن هنا هجمات الديدوز تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو تخريبي لحجب الخدمة عن هذه المؤسسة. الجزء الثاني هسه يعني راح أعطيكم مثال تكون الصورة واضحة جدا. نفترض أن هنالك مباراة كرة قدم لكأس العالم، راح تكون كل الناس عندها interested بالموضوع interesting، فهذا الانترستينج راح يخلينا كلنا ندخل في نفس اللحظة. ليش؟ لأنه هذه كرة القدم تبث في نفس اللحظة. هذا النوع أيضا DDoS attack، لكن هذا مو عمل تخريبي. الناس بطبيعتها تحاول الوصول إلى هذا السيرفر لكن لا تستطيع بسبب الزخم الحاصل. هذا يسموه attack أو DDoS attack in يعني not in content. أوكي؟ maybe in intent but not in content، يعني في النية لكن هو لا يصبح نوع من أنواع الأتاك. هؤلاء الناس أو هؤلاء الأتاكرز المهاجمين يستغلون هذه الفرص ويزجون أعمالهم أثناء عملية الحدث الأكبر في العالم. طيب ننتقل إلى الفيروسز and worms. Are malicious programs. كلنا نعرف الفيروسز دائما تتخلل كمبيوتر الأجهزة تبعنا من خلال تنتشر من خلال مثلا فلاش رام، من خلال هارد اكسترنال. هذا يكون بمشاكل أو قد تكون تأتينا عبر الضغط على أو دخول إلى ويب سايتس غير موثوق بها. قد نضغط لينك أتانا عن طريق الفيشنج إيميل وبالتالي تجند كم أجهزتنا أو الأبس تبعنا لأعمال تخريبية ولاستغلالها لتنفيذ هجومات معينة. عندنا أخيراً السبايوير. السبايوير هي أعمال التجسس. ببساطة أنا ثيرد بارتي، أنا طرف ثالث، أتخلل 2 يتكلمون، 2 يتكلمون، أنا أتنصت على مسجاتهم، أعمل على ريدايركت هذه المسجات. يا أما أنا أستخدمها كماليشيس يعني استخدام سيء، أو أعمل أنا كثيرد بارتي أمررها لطرف آخر. هذا الطرف قد يكون مثلا علي ومحمد يتكلمون، محمد ينتظر أنه علي يعني يتكلم ومحمد يستجيب، لكن بالواقع أنا الطرف الثالث، أنا أجيب علي وليس محمد هو اللي يجيب. فهذه تصبح مشكلة كبيرة. هذه أحد الهجمات اللي إحنا نتعرض لها كويب سايت خاصة بنا، قد تكون مؤسسات تعليمية، قد تكون مؤسسات حكومية، قد تكون مؤسسات خاصة. الآن طيب إحنا كيف نحمي نفسنا أو كيف ندافع عن هذه الويب سايت تبعنا من هذه التهديدات؟ حتى بالبداية يجب أن أعمل سكان لهذه المالوير أو الماليشيوس أكتيفيتي. أنا دائماً يجب أن أكون في حالة استنفار ومراقبة للسيستم تبعي، يعني أشوف أنه عندي دائماً أشغل برامج مراقبة. طيب ودائماً أعمل سكانينج. طيب أنا إذا ما مشغلة برامج مراقبة، بين فترة وفترة أعمل تشغيل لبرامج السكانينج، وهذه راح نتعرف عليها في السلايد القادم. Ensuring all devices, software and business tools are up to date. وهسه إن شاء الله راح نشوفها في دراسة الحالة، هذه أحد المشاكل اللي تعرضنا لها في العراق، أنه يجب أن تكون البرامج المستخدمة في running هذا الويب سايت تبعك يجب أن تكون all up to date. Core platform and third party updates. يجب أن تعمل run، هذه النقطة تعني يجب أن تعمل run للويب سايت ببيئة موثوقة. في application يجب أن تستخدم application موثوق وليس
هذا الابلكيشن ان يكون اي ابلكيشن وخلاص وتقول انا هذا ويب سايت وهذا اخدم به الكاستمرز بتاعي، لا ابدا. هسه ان شاء الله راح نشوف تفاصيلها في دراسه الحاله. الاس اس ال بروتوكول، تلاحظون بعض المرات عند الدخول الى ويب سايت معين تلاحظون احنا كلنا نعرف كمتخصصين كمبيوتر او نتوركس، نلاحظ انه عند الدخول او علمونا عند كتابه ادرس معين يجب ان نكتب البروتوكول HTTP دبل كولن دبل سلاش www.google.com for example. But من عندما اكتب هذا ال HTTP والgoogle.com اصبحت الامور اسهل عند كتابه google.com فقط، لا نحتاج الى كتابه HTTP. شو نلاحظ؟ نلاحظ بعد كتابة google.com نلاحظ أنه تظهر HTTPS وليس HTTP. هذا شيء يعني أنه ال HTTP هي secure، هذا البروتوكول هو secure. من أجت السكيورتي؟ من أين أتت هذا النوع من السكيورتي؟ هذا باستخدام بروتوكول ال SSL. طيب هذا السيرتيفيكيت الخاصة بهذا البروتوكول تستخدم في ال HTTP، وبالتالي هذه راح تكون ايش يفيدنا هذا الاس اس ال؟ يفيدنا انه يكون الاتصال بين السيرفر والويب سايت راح يكون هذا الاتصال مشفر ولا يستطيع الاتاكر الحصول على هذا الاكسس. Creating backups of valuable data and storing it in secure locations. احنا يعني عن تجربه عانينا في احد المؤسسات انه عدم وجود backup لهذا الويب سايت، وعندما تعرضنا للاختراق فقدنا البيانات. وهو هذه معناها يجب ان اعمل creating backups على كل ابديت للويب سايت تبعي ولكل الداتابيس مال تبعي، وبالتالي اكون في حاله انه فقدان الويب سايت قد يكون يتعرض للاختراق عندي يكون backup. اذكركم في حادثه حدثت للفيسبوك عندما فقدنا الاتصال بالفيسبوك والواتساب وكل الابس اللي تابعه للفيسبوك في تقريبا في زمن الكورونا كانت هذه الامور، هذا اللي حصل. بعدين لما فقدنا الاتصال بالفيسبوك فقط بقى التليجرام، وكان اتصاله جدا بطيء، هو الذي يعمل فقط لمده تقريب اقل من 24 ساعه. بعد ذلك اعلنت طبعا الفيسبوك عن هذا الخلل، وبعد ذلك رجعت الأمور للخدمة، رجعت الفيسبوك للخدمة. لكن المتخصص أو غير المتخصص إذا لاحظتوا رجعت أنه النسخة رجعت البيسك الفيسبوك، يعني الواجهة القديمة. شنو السبب؟ السبب أنه الواجهة الجديدة أو الأبديت للفيسبوك هو الذي اخترق. فبما أنه الشركة عندها باكب للنسخة القديمة عملت لنا رن علشان لا تفقد الكاستمر تاعتها. اوكي. Implementing firewalls to monitor, detect, filter and restrict web traffic. هذه شنو معناها؟ معناها يجب ان اعمل run او انصب، احنا نقول install الفايروولز الجدار الناري، واعمل مراقبه علشان اعمل اكتشاف، واعمل run للفلاتر التي تعمل اكتشاف للهجمات قبل حدوثها. هذا من خلال شنو؟ من خلال عملية تحليل الترافيك analysis. Conducting regular security awareness training. هذه النقطة جدا مهمة، أنا دائما أفضل أن تكون الawareness هي النقطة الأولى في كل شيء. إيش معناها؟ معناها أني يجب أن أعمل توعية للطاقم اللي يعمل في هذا الـ مثلا عندي تيم يعمل معي في البرمجة الويب سايت في هذه المؤسسة، يجب أن يكون هنالك فريق تقني في كل الجامعات، هنالك فريق تقني. هذا الفريق التقني يجب أن يكون مدرب وأبديتد، يعني كل فترة يجب أن يكون مدرب على التقنيات الحديثة، على والتوعية على الأمور الحديثة التي تخص الهجمات التي تخترق أمن الويب سايت تبع هذه المؤسسة. التوعية من أهم الأمور التي يجب العمل بها. طيب احنا ذكرنا اول نقطه هي السكانر، او اعمل سكان للامور او
أعمل إسكان للويب سايت بين فترة وأخرى. طيب أعمل إسكان لماذا؟ أعمل إسكان فحص للفلنربيليتيز، للثغرات الموجودة في البرنامج تبعي، في الويب سايت تبعي. ليش؟ علشان أغلق هذه الثغرة. أقرب لكم الصورة. في الفيسبوك مارك، تعرفون مصمم الفيسبوك هو مارك، بين فترة وأخرى تظهر، تقول مثلا في اليوتيوب، يقولون ظهرت ثغرة جديدة في اليوتيوب لاختراق الفيسبوك. من طول احتمال يوم أو أقل من 24 ساعة نرى أن هذه الثغرة لا تعمل. ما هو السبب؟ السبب أنه هذا الطاقم يعمل سكان على مدى 24 hours علشان شنو؟ علشان ينجح مشروعه ويغلق جميع الثغرات التي من الممكن الدخول عن طريقها لاختراق الفيسبوك. طيب ما هذه الأدوات؟ الأدوات المتوفرة والمشهورة في فحص الويب سايت هي الأكونيتكس، عندنا البي سكيور، عندنا البوربس سويت، وهذه إن شاء الله راح نتعرف عليها أكثر، الجي اف اي لانجوارد، الفورمز لاين، نيسوز، الان اكسبوز، عندنا الان ماب، الاوبن فاس، كواليز جوارد، كواليز ويب ابليكيشن، سكانر، عندنا سينت، عندنا تينيبل، واخيرا التريب واير اي بي 360. على الصعيد الشخصي انا يعني مستخدمه الان ماب، النيسوز، يعني هذا على المستوى الشخصي، وايضا تم استخدام البرب سويت في عمليه فحص الويب سايتس او في دراسه الحاله تبعنا. هذه الملخص عن السكانرز الموجوده، قد تكون فري لكن بنفس الوقت هي ايضا موجوده بمبالغ، مقابل مبالغ. طبعا الفري ترايل جاست فور تيستينج، يعني فقط انه تجربها، لكن ما متاحه كل الفيتشرز اللي تفيدك علشان مثلا تسوي سكان لموقع مؤسسه مثلا، يعني مؤسسه جدا مشهوره. طيب البرب سويت سكانر، اذا تحبون تستزيدون على معلومات اكثر، موجودة في portswigger.net. طبعاً هي مقابل مبالغ مادية خصوصاً للإنتربرايز، قد تصل إلى 30,000 دولار، أو على إسكان شخصي لمرة واحدة قد لا يتجاوز 360 دولار، أو قد تكون متوفرة فري، لكن لا، الفري دائماً مش راح نستفيد من عنده بقدر أنه إحنا نعمل في مؤسسة كبيرة، لذا يجب أن نلجأ إلى الحلول التي تحتوي على فيتشرز كثيرة. ومثل ما ذكرنا سابقاً أنه عملية الخسائر المادية اللي تأتينا بسبب الهجومات لا نستخسر فيها 30,000 دولار عشان نعمل سكانينج للثغرات. طيب قمت بدراسة اللي هي أخذنا مواقع تعليمية أو تابعة للتعليم، اللي هي 5 مواقع من أصل، طبعاً من أصل 35 موقع. هذه المواقع كانت لا على التعيين، اللي مواقع مؤسسات تعليمية. تم عمل إسكان عن طريق البرب سويت، وهذا البرب سويت أنتجت لنا 3 أنواع من أو 3 تصنيفات من الثغرات. حقيقة قد تتساءلون أنه ما هذه المؤسسات، من هي كذا، أبداً لا يجوز التصريح عن هذه المؤسسات كونها يعني هذا تبعاً للخصوصية، البرايفسي تبع هذه المؤسسات. الآن ما هي الأنواع التي اكتشفناها عند عمل سكان لهذه المواقع؟ في بادئ الأمر تم تصنيفها إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي No Update for WordPress Version. طبعاً جميع هذه المواقع هي تستخدم بيئة الووردبريس. طيب شنو السبب؟ أول سبب أو أول ثغرة في هذه المواقع هي كانت عن طريق عدم تحديث الووردبريس للليتست فيرجن، وهذه تعتبر من
أبسط أو خلي نقول أضعف المجموعات أو من أضعف الثغرات، يعني التي تعتبر ليست خطرة جدا، لكن هي خطرة ومهمة من بالإمكان الوصول إلى هذه المواقع عن طريقها واختراقها، خصوصا أن المواقع التعليمية تحتوي على داتابيس كبيرة مثل معلومات الموظفين ومعلومات الأساتذة ومعلومات الطلبة ومعلومات كثيرة عن طريق الدرجات والامتحانات والمعلومات والمحاضرات، وهذه معلومات خطرة جدا. عندنا المجموعة الأخرى اللي صنفناها هي Direct Access Aggressive Detection. Aggressive Detection What does it mean by Direct Access؟ اللي اكتشفنا أنه هذه المواقع عندها مشكلة في عملية الأوثرايزيشن، يعني أنت معتاد كمنتسب في جامعة ما يخلق لك يوزر نيم وباسورد. سبوز أنه لما عندك أكسس أوثرايزد أكسس باليوزر نيم وباسورد تدخل فقط على المعلومات التي تخصك، على الملفات اللي تخصك، لكن مع الأسف وجدنا أنه هذه المعلومات اليوزر والباسورد كل يوزر وباسورد يدخلك على جميع الملفات، وهذه جداً خطرة كون أنه لا توجد خصوصية لهذه المعلومات. يعني أنا كتدريسية أو كطالب يطلع على معلومات التدريسي، والتدريسي يطلع على معلومات الإدارة، والإدارة تطلع على معلومات الطالب وإلى آخره، وهذا الشيء غير صحيح بالمرة. الثغرة المهمة جداً والأخطر هي البفر أوفر فلو أتاك. هذا الهجوم اللي هو البفر أوفر فلو هذا يتعامل مع، الآن نشوف تفصيلة أو تفصيل، يعني الجملة قد تكون متناقضة لكن تفصيل باختصار. الآن بإيجاز عملية البفر أوفر فلو هي أنه تأتي مثلا الخزن في الذاكرة مخصص للباسورد هي 8 بيتس أو 8 أو 1 بايت. هذه الـ 8 بيتس يأتي الهاكر إيش يعمل؟ طبعاً أنت تعرفون كل نظام إلى فد مساحة خزنية معينة، حتى الويب سايت والسيرفر إلى مساحة خزنية معينة. طيب هذا طبعاً تتبع من؟ تتبع الهوستينج، تتبع الاستضافة. إيش يعمل الهاكر؟ الهاكر يعمل بإغراق البفر تبعه بالمعلومات اللي هو يريد يخليها وليس معلومات صحيحة، وبالتالي عندما يعمل فيضان في البيانات ولا يستطيع مثلاً الأدمن بالتحكم أكثر، لأنه راح يصبح السيرفر محجوز أو الأبس اللي أو الأب اللي نستخدمه إحنا راح يصبح محجوز. هذه الأنواع من الأتاك راح يغرق الميموري، وبالتالي الميموري تصبح فول ولا يستطيع الوصول إلها وتنفيذ عملياته اللي يجب أن ينفذها. هذه العملية، طيب أنت شرح تقول، راح تقول طيب هذه هو هذا فعلا هو أخطر الأنواع؟ أي نعم. لماذا؟ لأن هذه الخطوة الأولى لتنفيذ عملية أتاك أكبر. أعطيكم مثال، مثلا عندنا في الهجمات حجب الخدمة إيش نعمل للسيرفر؟ عندما نعمل فلودينج أتاك، نعمل سيلان للأكسسز للسيرفر، راح ينملي الستاك، راح يغرق الستاك بالبيانات، بالريكوست، طلبات المستخدمين. هنا لما راح يكون الـ يغرق بطلبات المستخدمين، هنا راح يعني راح تصبح العملية انه الـ يضعف السيرفر ولا يستطيع الاستجابة، وبالتالي راح هذه العملية عدم الاستجابة خلاص راح يصير كراش بالسيرفر. دائماً الأتاكرز يستخدمون هذه الطرق، واحدة من هذه الطرق هي البفر أوفر فلو. الطريقة الثانية مثلاً على سبيل المثال هي مثلاً عمل داونلود من الويب سايت. في البادئ الأمر يعملون داونلودينج anything، يعني مثلاً إحنا ناشرين استمارات، ناشرين مثلاً ملفات، ناشرين محاضرات، يعمل داونلودينج من الموقع. عند عمل داونلود لو تلاحظ الآن على مستوى المنزل عندما نعمل داونلود تضعف الشبكة، هنا الويب سايت أيضا يضعف الويب سايت، عفوا السيرفر،
لأنه إحنا دا نعمل داونلودينج. بعد الداونلودينج، بعد الضعف هذا السيرفر يعمل الهجوم الآخر، وبالتالي راح عند الضعف يعمل هجوم أكبر، وبالتالي عملية الكراش للسيرفر أو الويب سيرفر راح تكون جدا سريعة. والبافر أوفر فلو أيضا هو إحدى هذه الطرق. شكرا جزيلا على حسن استماعكم، أتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم، أتمنى أن أكون فديتكم ولو بمعلومة بسيطة، على الرغم من المعلومات اللي قدمتها هي تعتبر فانديمنتلز، أتمنى أنه وصلت الأفكار. شكرا جزيلا. إذا معي دكتور يوسف أو دكتور رضوان. نعم كلينا معك دكتورة، شكرا جزيلا، بارك الله في عمرك وأعطاك الصحة والعافية. ما شاء الله المحاضرة كانت ممتازة جدا، وخاصة لمتخصصين الأمن السبراني، يعطيك ألف عافية. الآن ممكن نحن نشوف لو في أسئلة أو استفسارات للإخوة الحضور، ممكن يرسلوها على الشات، الدكتورة حتكون مستعدة للرد. أنا حاضرة لإجابة أي سؤال، وإذا تحب أساعدك دكتور رضوان، أنا رجعت في البداية على الشات، في الـ Q&A، ها الـ Q&A ما في عندنا سؤال. نعم، أستاذ مساعد دكتور حيدر الهاشم يقول أن أهم المشاكل لدينا هو استخدام الكراك في البرامج الغير مرخصة. نعم، يعني هذه من أهم يعني من أخطر المشاكل لدينا خصوصا في العراق، هو استخدام البرامج الغير مرخصة، وبالتالي عملية الاختراقات جدا متاحة. VPN من أي نوع يعتبر؟ VPN مثل ما ذكرت لحضراتكم، VPN يعني هو إحنا ما ذكرنا VPN بالخصوص. VPN هو عملية it's like spoofing، like إنه أنا أنتحل وجودي في مثلاً أنه أنا في العراق وأقول أنا في لندن، وبالتالي أستطيع الوصول خصوصاً للمناطق المحظورة في هذا في هذه الدولة. مثلاً في العراق لا أستطيع مثلاً الوصول لكذا ويب سايت، فبالتالي أغير عن طريق الـ VPN. الله يحفظكم ويسلمكم وشكراً لحضوركم. في طلب على إرسال المحاضرة على الإيميلات إن شاء الله، وهل هذه سياسة تعملون فيها دكتور رضوان؟ إنه بعد الندوة أو الورشة أو المحاضرة تعملون إرسال على؟ طيب بالنسبة للمحاضرة هي حتكون مسجلة وحيتم رفعها على اليوتيوب، يعني ممكن أي واحد يرجع على موقع الجامعة على اليوتيوب أكيد 100% حيلاقي هذه الندوة والندوات الأخرى إن شاء الله. إن شاء الله، شكراً. إذا في أي سؤال من المستخدمين أو أي نعم دكتور، في حدا رافع؟ لا، في هنا سؤال دكتورة، هل ممكن توضيح كيفية الحصول على أداة بروب سيوت؟ أي نعم، أنا وضحت في السلايد أنه موجودة في موقع portiswiger.net. بمجرد you just google it, you just write in google burp suite وراح تظهر لك موجوده داونلود for free، وايضا for enterprise، وايضا for الديفوبس جماعه السوفت وير انجينيرنج، وجماعه مجموعه البنتريشن تيستينج، المجموعه اللي تعمل على اختبار الاختراقات، فموجوده في جوجل ومتاحه يعني anytime anywhere. أتمنى أن أكون أجبت على السؤال. في حدا raise hand؟ أيوة، في سؤال أيضا دكتورة، تقريبا استفسار. The zero trust concept for cyber security should apply in organization or companies. هل zero trust concept ممكن أن يتم مثلا؟ هذا في الـ Q&A. The zero trust concept for cyber security should apply in organization or companies. Yes, we have to. مثل ما تعرفون حضراتكم، أو هذا المصطلح اللي هو إحنا نسميه
دكتور رضوان أكيد أيضا سيد العارفين زيرو داي أتاك. الزيرو داي أتاك أنا أتهيئ للأتاك للهجوم أو معرفة الثغرات قبل حصولها أو قبل وجودها، ولذلك أنا أعمل إسكان مستمر علشان أعرف كيفية علشان أعرف كيفية إغلاق هذه الثغرات قبل لا أخترق عن طريقها. طبعاً ملاحظة جداً مهمة أستاذ محمد. أستاذ محمد من الأشخاص المميزين جداً في عالم الكلاود. أهلاً وسهلاً بك، تذكرت الآن. دكتورة ننتقل للسؤال التالي. تقريبا الأستاذ حسين يقول هل يمكن الهجوم على الويب سايت، ممكن أساعدك دكتور رضوان، هل يمكن الهجوم على الويب سايت بطريقة الفدية، أي تشفير المعلومات الموجودة في الموقع وطلب فدية هجوم؟ أيضا أعتقد هنالك هجوم الـ MITM يسمى. نعم صحيح، حقيقة إحنا بالندوة هذه خاصتنا ما اتطرقنا إلى يعني تفاصيل بعمق ديب لكل نوع ذكرنا أو ذكرنا الثريتس، أو لكل نوع من أنواع هذه التهديدات هنالك أنواع في داخلها وكيفية الاختراق عن طريقها، لكن إحنا اكتفينا بالأمور تعريفية وهي البيس، وإن شاء الله إذا أتيحت لنا فرصة أخرى قد نذهب إلى أدفانس وكيفية يعني استخدام هذه الأمور وأنواعها وتفاصيلها. أستاذ مساعد حيدر الهاشمي تقوم بجمع معلومات سبايور أكثر أو جميع البرامج الغير مرخصة هي المستخدم، وأيضا قد تتسبب ببطء الجهاز. أنا راح أعطيكم معلومة بسيطة، هذه المعلومة كيف تعرف مبدئيا كيف تعرف أن جهازك اخترق أو تعرضت لعملية اختراق. الاختراقات تختلف من نوع إلى آخر، قد تكون باكدور. باكدور يعني هي تنفذ في جهازك وأنت لا تعلم، وهو هذا النوع من السباي وير. الأمر الآخر أنه إحنا دائما كمتخصصين نعمل على ران الجاد جيت اللي هو البرفورمانس، نشاهد البرفورمانس تبع جهازنا اللي هو السي بي يو والميموري أو الرام، نضعها في الديسكتوب ونشاهد عملية الاستخدام تبعنا. في الوضع الطبيعي دائما استخدامنا قد يكون 30% 40%، خصوصا لما نعمل أو نشتغل في البرمجة، خصوصا لما نشغل برامج البرمجة راح يعني يعلى عملية البرفورمانس أو البرفورمينج بتاع السي بي يو والميموري. عندما يتعدى 60% تحدث هنالك، نعرف ان هنالك مشكله في النظام تبعنا. ليش؟ لانه احنا نعمل ران للويندوز، يوجوالي احنا نستخدم الويندوز، فاحتمال احنا نتعرض للاختراق. مان ان ذا ميدل، مان ان ذا ميدل اتاك هو الرجل الذي في الوسط اللي هو يعمل على التنصت اللي هو السباي وير، ايضا هو نوع من انواع السباي وير. شكرا جزيلا، الله يحفظكم استاذ حسين. تفضل دكتور رضوان اذا في شيء اخر. اعتقد هنا دكتوره عندك فقط اخر سؤال عن السباي وير والمان ان ذا ميدل، وهكذا تقريبا توقفت الاسئله. او هنا في سؤال في الشات تقريبا، كيف نبدا ونتعلم برامج؟ اعتبره صحه عشان اقرا السؤال كامل. نعم هنا في أسئلة كثيرة في الشات. أوكي. من أين نبدأ نتعلم هذه البرامج؟ كيف ممكن مصادر نرجع لها؟ هل هناك في مصادر مثلا يمكن أن نرجع لها الحضور؟ أنا راح أنصح نصيحة للموجودين، دائما الاختراقات هي موضوع جدا يستهوي الناس خصوصا الشباب. أنا يعني نظريتي دائما تقول الاختراق مثل السحر، تعلموه ولا تعملوا به، بدون تشبيه طبعا بالقرآن الكريم.
لكن هنا اللي هنا انه احنا شنو اللي نتعلمه؟ نتعلم الاثيكال هاكينج، الهكر الاخلاقي، كيفيه احنا نتعلمه علشان نصد الهجمات وليس علشان نخترق او نعمل اختراق. فهنا الادوات او المراجع يعني ممكن ان تكون لنا محاضرات في مناسبه اخرى يعني نتكلم عن هذه الامور، ومثل ما نقول انه نضعكم على الطريق الصحيح كطلبة. عدا ذلك لا نستطيع التصريح بكل شيء، لأنه هذه الأمور لها خصوصية، ومن الخطر جداً أنه أنا أتي وأعلمك على كيفية الاختراق. الأدوات موجودة وأيضاً اليوتيوب موجود، لكن حاول أن تتعلم ما هو كيفية صد الهجمات وليس عملية أنه كيفية الاختراق علشان لا نؤذي الآخرين. طيب دكتورة إسراء، في أيضا السؤال يقول لو تكرمتم بخصوص توعية المستخدمين بطرق التصيد والاختراق، ما هي أفضل الطرق للتوعية بها؟ السوشيال إنجينيرينج يعني؟ بالضبط، أنه السوشيال إنجينيرينج وهي ما هو هي توعية. نعم. أي نعم. فالسوشيال إنجينيرينج والأثيكال هاكينج، انه كيفيه ونبدا انا بصراحه برايي انه نبدا بالسايبر سيكيورتي اسينشلز قبلها الانترودكشن تو سايبر سيكيورتي، نتعلم المبادئ هذه بخصوص التوعيه، نبدا مع سيسكو وقد نتطور مع كومبتيا ومع الاي سي كونسل، هذه الشركات اللي تعمل على منح هذه الشهادات ليس بهدف الشهاده بقدر عمليه التعلم والتوعيه. طيب سؤال آخر دكتورة، ما هي المتطلبات الضرورية للاستضافة on prime؟ أيوة. قصدك ال one أو on prime مواقع للمشروع، ما هي المتطلبات الضرورية للاستضافة وما هي الهيكلية؟ حقيقة لا، حتى لا السؤال غير واضح يعني. السؤال غير واضح. نعم، كيف نعم نبدأ ونتعلم برامج الفحص التي تم عرضها؟ نعم، عملية جدا بسيطة، you just يعني فقط اكتب في جوجل for example prop suite، هنالك ديمو وملف تعليمي فيديوي من الشركة مقدم، فراح تتعلم عن طريق هذا الملف أو عن طريق اليوتيوب، بس تكتب كيفية أو مثلاً how to run prop suite أو how to run مثلاً WP scan، how to run مثلاً Nmap، هذه البرامج يعني you just أنه go to Google أو YouTube راح تتعلم. في بعض الأحيان يتم فتح الصفحات وغلقها وتصفح بالجهاز، هل سببه هو فيروس أم هاكر؟ نعم نعم، هو فيروس، خصوصاً واحدة من الملامح اللي تحس أنه أنت يعني السيستم مالتك يعني بدأ بالاختراق هو عرض البانرز الكثيرة في البراوزر، بهذا تكون أنت يعني السيستم تبعك بدأ بالاختراق، يعني عندك مشكلة، أصبحت لديك مشكلة. هذه إحنا واحدة من الأمور. شكر لكم دكتور، بس خصوص طالب البكالوريوس يقدر يجعل رسالة وبالتالي سيكوريتي الماستر تكون منسجمة أو غير منسجمة؟ حسن، لا أفهم بالعربي، يعني ماذا تقصد بالمنسجمة والغير المنسجمة؟ معناته دكتور هنا هو متخصص هندسة برمجيات. نعم نعم، متخصص في هندسة البرمجيات ويريد يحول إلى سايبر سيكوريتي في الماستر، فهل هناك يعني ممكن يكون في سيكوينس؟ طبعا ممكن دكتور رضوان، مثل ما تعرف جنابك أو حضرتك مع جامعة الجامعة الذكية مثلا هي تخصص في الأمن السيبراني، تقبلوا في أي باكجراوند، هندسة البرمجيات جدا يعني فاميليار ويد، صح؟ بالضبط، يعني هنا ممكن حتى في جامعة الجامعة الذكية نقبل الطلاب الباكجراوند تبعهم ليست آي تي، عن طريق إعطائهم فقط كورس، وهذا الكورس هو عبارة عن كورس تمهيدي لبعض المقررات الأساسية التي قد يحتاجها في الأمن السيبراني، لذلك ليس من الضرورة
أن من يريد دراسة السايبر سيكوريتي أن يكون عنده باكجراوند بالآي تي 100%، ممكن في أي تخصص. نعم، شكرا دكتور. هنا الصفاء، المتطلبات الضرورية الواجب توفرها من الأجهزة والبرامجيات لاستضافة أو ما هي الهيكلية الأون أون بريمس، مواقع الأون بريمس. طيب، أنا بصراحة يعني على حد علمي مواقع الأون بريمس، طيب أنا يعني مو ما عندي فكرة عن الأون بريمس إيش قصدك بيها بصراحة. وإذا قصدك على أي استضافة أو هيكلية فإحنا نحتاج، ما بصراحة يعني بالنسبة إلي غير أنه نصف العلم أن تقول لا أعلم. تيسير دكتور، أنا آسفة جدا طبعا صفاء، أنا آسفة جدا دكتور. إحنا مثلا نبدي بيش نبدي أن خريجة علوم حاسبات شلون أجمع معلومات عن الأبن السيبراني، مثل ما ذكرت في شهادات في سيسكو نبدأ فيها، مثل Introduction to Cyber Security موجودة أيضا متاحة، تقدر عن طريق موقع نت أكاد، موقع you just write في جوجل نت أكاد نت NETACAD، راح تشوف أنه هنالك كورسات مجانية وهنالك كورسات يجب أن ترعاها مؤسسات. تبدأ في الأمن السيبراني Introduction to Cyber Security ابتداء، بعدها شهادة السايبر سيكوريتي إزينشيالز، وبعدها تتدرج في الإثيكال هاكينج وإلى آخره. دكتورة أنا ماستر تكنولوجيا، يصير أدرس دكتوراه؟ طبعا طبعا جدا. أنا أعطيك مثال خاص بي شخصيا، أنا بكالوريوس علوم حاسبات، ماجستير في الإي كوميرس، الإي كوميرس اللي هو سيرش إنجن، عملية تصميم سيرش إنجن في الإلكترونيك كوميرس، في التجارة الإلكترونية، وفي الدكتوراه كان تخصصي الأمن السيبراني، عملية تحويل تخصص دقيق لا أكثر، والدخول في عالم الشبكات. ها، تقصد على مستوى مؤسسة كيفية الهيكلة، قصدك أنه تبني ويب سايت أو سيرفر لمؤسسة صح؟ يعني أنه كيفية الهيكلية، عملية أنه تعمل هيكلية وتبدأ في تأسيس لمؤسسة. خلي يعني أتكلم لك في شيء قصير، أنه حتى تبدأ صح يجب أن يكون لديك، يعني هي مو فقط أنه أنا أأسس الويب سايت تبعي وخلاص. إحنا ما راح ندخل بتفاصيل ماذا يجب أن يتوفر في هذا الويب سايت، لأن هذا يعني موضوع آخر. نتكلم عن السيكوريتي. السيكوريتي تقدر مبدئياً أنه في الاستضافة في الهوستينج يجب أن تأخذ هوستينج يعطيك، إحنا نسميها بولت إن سيكوريتي، يعني النظام أساساً هو سيكيور. طبعاً كل شيء مقابل مبالغ، يعني كل ما تعلي السقف السيكوريتي تبعك كل ما يجب أن تدفع مبالغ أكثر لهذه المؤسسات الاستضافة. وإذا أنت شاطر في عملية الإعدادات وتضبيط السيتينج، تستطيع أنت تشتري مثلاً الكلاود فلير، مثلاً تشتري ويعني تعمل ران في الهوستينج تبعك، وتستطيع تضبيط إعداداته، وبالتالي يعني يجب أن تكون مدرب على هذه الأمور علشان تضبط إعداداتها. Security Plus، شكراً حيدر. Security Plus، نعم صحيح. Physical and Perimeter Security ممكن. هنا أصبحت تعرفون السيكوريتي هي different levels security. فمثلاً أنا متخصصة في الابليكيشن layer أو في الابليكيشن level security، قد يكون زميل مهندس هو متخصص في الphysical security أو cyber security، physical cyber security. أوكي دكتور، الأمن السيبراني نقدر نتخصص به ماستر لو على الدكتوراه؟ تستطيع أساساً من الماستر والبي اتش دي، والآن في العراق لدينا الدبلوم في جامعتين التكنولوجية، وأعتقد جامعة بغداد
تمنح الآن افتتحت الدبلوم في السايبر سيكوريتي في أمن السيبراني، والآن نحن على أثير جامعة الجميع الذكية، هي لديها كلية متخصصة في الأمن السيبراني، وهذا طبعا شيء جميل جدا. دكتورة، في هناك سؤال من الأستاذ المهندس دكتور حيدر الهاشمي، يقول دكتورة أي نظام تشغيل أقل عرضة للاختراق؟ إحنا سابقا كنا طبعا اللينكس، اللينكس هو أقل عرضة للاختراق، لكن في ملاحظة أحب أذكر لكم إياها، أي نظام مبرمج بالسي والسي بلس بلس هو عرضة للاختراق. لماذا؟ لأنه بسبب أنه هذه لغات البرمجة لا توجد لها self safeguard، لا تحتوي على أمن خاص بها. كل ما البرامج تستخدم تستخدم مثلاً PHP، جافا، جافا سكريبت تكون تحتوي على self safeguard. وعدنا بخصوص مثلاً الماك أيضاً أقل عرضة للاختراق بسبب closed environment لا أكثر، لكن أصبحت الآن، يعني أنا أتكلم لك قبل تقريباً في 2013 كانت يعني الأمور قليلة جداً بالنسبة للينكس، قد تكون يعني نسبتها جداً قليلة، لكن الآن أصبح أيضاً اللينكس عرضة للاختراق، لكن مو بمثل الويندوز. إحنا ما نقول هيشي، دائماً يعني نحاول أن نحمي نفسنا، حتى لو هو ويندوز أكون يوزر نبيه أنه ما أضغط على أي لينك، ما أضغط على أي شيء غريب بالنسبة إلي. يعني أنا مثلاً شخصياً لا أعمل على تنصيب مثلاً الأنتي فيروس في جهازي. ليش؟ لأنه أنا مثلاً أحاول أتعامل بحذر مع البرامج اللي أتعامل معها ومع الإنترنت وإلى آخره، لأني ليس في بيئة مغلقة. إنجينير عمار، تحية طيبة، ما هي السياسات أو الخطوات أو الإجراءات التي يجب اتباعها لتوعية موظفين القطاع العام في مجال الأمن السيبراني لتجنب وتقليل الهجمات؟ حقيقة مهندس عمار، هذا يعني إحنا نسميه كورس توعية، كورس للأويرنس، أنه طبعاً حسب النظام اللي أنا أعمل به، قد تكون مثلاً النظام التابع لهذه المؤسسة، يجب أن أعمل على دائماً اختبارات الـ penetration testing، أعمل scanning، أعمل هذه الأمور علشان أوعيهم على نوعية الاختراقات اللي ممكن أن أتعرض لها. وبالتالي طبعاً هي كورس، هذه يعني بحد ذاته من الممكن أنه يعني أعمل على مثلاً، ما أعرف هل مراسلة على شكل خاص أو شيء، أو التواصل عن طريق الإيميل اللي عرضته في السلايد الأول، قد نعمل على يعني إعطاكم بعض الهنس. هل في طب دكتورة، أحاول منك المايك شوية. السؤال يقول هل يتوفر دكتورة هندسة اتصالات في جامعة الجامعة الذكية؟ طبعا في الوقت الحالي لا يتوفر تخصص هندسة اتصالات بشكل عام، وأيضا دكتوره المتوفر حاليا يعني بالنسبة لتقنية المعلومات هو عبارة عن ماستر سايبر سيكوريتي، وإن شاء الله قريبا حيتم افتتاح أقسام أخرى من ضمنها الذي عبارة عن الداتا ساينس، وأقسام حيتم الإعلان عنها إن شاء الله في حينها. شكرا دكتور. أيضا حيدر جبار، any system might be hacked supposed to. It's how much security and risk assessment you detected to your system. صح؟ بعيداً عن السايبر، إذا كانت لدي مؤسسة كيف أقوم ببناء سحابة؟ ما هي الخطوات الأولى التي نبدأ بها في بناء السحابة الخاصة؟ هذه السحابة الخاصة وفرت لنا إياها مبدئياً شركة جوجل، وهنالك سحابة خاصة بأمازون تستطيع أن يعني تستزيد بها عن معلومات أكثر، وفي لدينا يعني جوجل درايف مجاني تعطينا إياه شركة جوجل بمجرد التسجيل لديها، وغيرها وغيرها. بس إحنا دائما نذكر شركة جوجل كونها دائما متاحة للجميع، والجميع يستخدمها، يعني تخلي نسبة كبيرة جدا بالاستخدام. أما عن بناء السحابة، يا أما
عندك أكثر من شركة مثل الأمازون، مثل الهواوي، مثل يعني هذه الشركات اللي تستطيع أن تبني فيها سحابات خاصة بها. أي لغة برمجة لازم واحد يطور نفسه بها في دراسة الماستر. حسن، البايثون، البايثون لغة البرمجة اللي يجب أن واحد يطور بها خصوصا عندما يعمل في الأمن السيبراني. أقصد الماستر لأن أنا بكالوريوس وكم السعر. حسين، هذا أعتقد دكتور رضوان. نعم، بالنسبة للماستر أعتقد حتى ولو كان قصده إذا كان بده ماستر هندسة اتصالات طبعا أيضا لا، ممكن كما قلنا عندنا فقط المتوفر حاليا ماستر سايبر سيكوريتي، فهو عبارة المتوفر في الوقت الحالي أونلاين، والأسعار موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، تستطيع الرجوع عليها وتستطيع الاطلاع على جميع التفاصيل بالبرامج المتوفرة. ما أعتقد هنالك في أسئلة. طيب، فقط حيدر كتب قبل شوية بليز ريفيو توب 10 سواب سيكوريتي. طبعا أخ حيدر جابر، بالنسبة قد أقيمت ندوة قبل تقريبا 4 أشهر، قامتها جامعة العلوم جامعة الجامعة الذكية، والندوة موجودة على موقع الجامعة على اليوتيوب، تستطيع الرجوع إليها، تكلمنا فيها عن 10 أو سب سيكوريتي بالتفصيل. شكرا أستاذ حيدر جبار على أنه هو مستعد لعمل workshop على الـ penetration testing with latest tools if you're interested but it's in English language. We all interested actually. طيب. طيب أعتقد هنا الدكتور محمد أحمد هو أيضا من جامعة الجامعة الذكية، قد قام بمشاركة الرابط الخاص في التقديم لماجستير الأمن السيبراني من جامعة الجامعة الذكية، كما قال مدة الدراسة لمن عنده background IT 3 فصول دراسية خلال عام واحد، يعني خلال 3 فصول في عام واحد، والذي ليس لديه background in information technology حيكون عبارة عن 4 فصول، بحيث يكون الفصل الأول هو عبارة عن الفصل التمهيدي. وأيضا حيدر يرجع لنفس السؤال، هل يوجد دكتوراه سايبر سيكوريتي في الوقت الحالي؟ لا، عندنا فقط الذي هو عبارة عن الماستر في السايبر سيكوريتي. نعم، هنالك سؤال، ما رأيك في دراسة اختصاص IoT؟ أي نعم، يعني أنا أفضل I'm interested in security in IoT. فدائما السكيورتي صحيح هو المجال يعني دائما يقولوا عليه فيه صعوبة، لكن هو very very interesting very interested topic to يعني work with. شكرا دكتور حيدر، نتشرف بك معنا. اوكي، السؤال هنا مثلا من شخص آخر يقول أين تتوفر دكتوراه الأمن السيبراني بالضبط؟ أعتقد كتخصص دكتوراه في الأمن السيبراني بشكل عام، كأنه لأن هذا العنوان يعتبر in general، دائما التخصصات في الدكتوراه تكون more specific، مثلا نقطة معينة في الأمن بشكل عام، واضح؟ لذلك أعتقد بشكل عام أن نقول حاصل على دكتوراه في الأمن السيبراني هذا عبارة عن عنوان كبير، صح دكتورة؟ توافقين على الرأي؟ أكيد أكيد دكتور. إحنا نقول دائما الآن يعني هو very hot topic الأمن السيبراني. أيوة، والPhD دائما البحث يكون في نقطة معينة ضمن الأمن السيبراني، ممكن نقول. أي نعم أكيد، هو إحنا دائما المتعارف عليه حضرتك سيد العارفين أيضا أنه إحنا في حتى لو لدينا PhD في الأمن السيبراني هنالك نقطة معينة we are digging deep on it علشان نطلع فيها novel contribution للبحث العلمي. طيب، السؤال هنا مثلا، هل الدراسة أونلاين في جامعة الجامعة الذكية الماجستير
الأمن السيبراني، نعم، الدراسة 100% أونلاين، كلها أونلاين، بحيث يكون هناك عندنا المحاضرات مسجلة يستطيع الدخول إليها في أي وقت خلال فترة الدراسة. وعندنا أيضا جلسات النقاش تكون بحيث يكون هناك لكل مقرر أسبوعيا جلسة نقاش خلال فترة الدراسة كاملة. معناته هناك عندك المحاضرات المسجلة وعندك جلسات النقاش مع أعضاء هيئة التدريس، وأيضا عندنا الذي عبارة عن الكويزز أو الشورت إكزام إضافة إلى بقية المتطلبات التي تتطلب أثناء عملية التدريس. طيب هنا أيضا دكتور، حسب رأيك شنو أفضل تخصص ماستر المهندس البرمجيات؟ We all encourage cyber security. نعم. لا لكن في الفيزيكال لاير. بالضبط، بدل إنه مهندس يعني يتحول إلى الفيزيكال لاير بحيث نعم بحيث إنه يستفيد من الباك جراوند في الهندسة ويشتغل على الفيزيكال لاير. طبعا الفيزيكال لديهم عمل كثير في الفيزيكال سايبر سيكيورتي الآن. طيب دكتور، أعتقد إنه بهذه الطريقة نكون قد وفينا وأجهدناك كثيرا. أبدا دكتورة، على الرحلة والسعة. نشكر وجودك معنا حقيقة، ونتمنى أن نستضيفك إن شاء الله في جلسات قادمة. الدكتور يوسف موجود معنا إذا بده يعقب. نعم دكتور، شكرين لكم. شكرا لك دكتورة إسراء، أسريت اليوم معلوماتنا بمحاضرة حضرتك، وشكرا دكتور رضوان على المناقشة، جزاكم الله خير عنا وعن طلابنا، وأهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، تصبحوا على خير وعافية إن شاء الله. تحياتي للجميع. مع السلامة. مع السلامة.